مستوى عالي على مستوى كل محافظة، تمام، تبصر فيها جميع الوزارات، ولازم يبقى في اتفاق على حلول وضع عالية للتعامل مع هذه الظاهرة اللي أصبحت تمثل خطر كبير على حياة المواطن، تمام. وليكن أحد هذه الآليات تجميع هذه الكلاب الضارة إلى مناطق صحراوية والتعامل معها. كل أحد هذه طبعا الجهات الممثلة اللي هي جمعية كلاب الحياة، شوف استعمل مع هذه في المناطق الصحراوية البعيدة عن المنطقة السكانية، تعامل معها يعني بآلية معينة، هل تحتفظ بها، تقدم لها الرعاية والرعاية الطبية البيطرية للكلاب، أو اللي هو الدار يعني ده يتم تجنيبه والتعامل معه. احنا هنبتدي نعمل كده، انا بتمنى يبقى كده، بتمنى دي السياسه اللي انا بدعو بقى الجهات الفتره اللي جايه.